أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نقرأ مقالا للكاتب رفعت الزبيدي في صحيفة كتابات بعنوان متى تنتهي صناعة الوهم في العراق؟ يستعرض الكاتب مفهوم صناعة الوهم وكيفية استخدامها لترويج أفكار غير حقيقية وتشويه الحقائق في أذهان الناس. يوضح المقال أيضا أن النظام الإيراني استخدم هذه الأساليب لخداع المجتمعات المتضررة من الحروب مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن. وينتقد الكاتب تأثير الميليشيات المسلحة والأحزاب الولائية على السيادة العراقية، وكيف أصبحت إيران تسيطر على القرار السياسي والاقتصادي في العراق مما أفقده سيادته الوطنية. كما يشير المقال أيضا إلى تواطؤ أمريكا في تمكين هذه الهيمنة، ويحث العراقيين على التمييز بين الحقيقة والوهم من أجل استعادة الوطن. اليوم تابعت المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، وقد تحدث كثيرا عن محور المقاومة. النظام الإيراني نجح في صناعة الوهم من خلال خداع المجتمعات التي تعرضت لظروف قاسية في مخيمات اللاجئين أو بسبب ظروف الحروب التي خاضتها تلك الشعوب مثل العراق، سوريا، لبنان واليمن. ونأخذ مثال حزب الله اللبناني الذي تورط في ملف غسيل الأموال من تجارة المخدرات والكبتاغون. فهناك جالية لبنانية تعيش في دول إفريقيا، أمريكا اللاتينية، قسم منهم يمولون الحزب من هذه التجارة الغير شرعية. وفي العراق ميليشيات مسلحة وأحزاب ولائية مكنت إيران من الهيمنة على القرارين السياسي والاقتصادي، مما أفقد العراق سيادته الوطنية. وبتواطؤ من الإدارات الأمريكية المتعاقبة بعد غزو العراق 2003، عندما ذكرت ملف اللاجئين العراقيين في إيران منذ الثمانينيات من القرن المنصرم، فكانت أساليب استدراج الكثير من العراقيين إلى المخدرات وغسل أدمغتهم ليتم توظيفهم فيما بعد لخدمة أجندة النظام الإيراني. أصبح علي خامنئي نائباً للمهدي المنتظر، ومن قبله الخميني، فكانت صناعة الوهم متجذرة لتصبح جزءاً من عقيدة القيادات الحاكمة ومن يأتي من بعدهم من الجيل الثاني والثالث. نطالع مقالاً في صحيفة المدى للكاتب قاسم حسين صالح بعنوان ثقافة الاستبداد وثقافة الاحتجاج. يتناول المقال موجة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية يوم الأحد 2 يونيو 2024، حيث تصاعدت التوترات بين المحتجين والقوات الأمنية. ويعيد الكاتب إلى الأذهان احتجاجات أكتوبر 2019، ويشير إلى استمرار ثقافة الاستبداد في العراق منذ 2006، حيث تسعى السلطة للاستئثار بالحكم والثروة عبر قمع الاحتجاجات. كما ينتقد الكاتب أيضا استخدام القوات الأمنية للعنف ضد المتظاهرين، ويؤكد على ضرورة الحوار مع المحتجين لتحقيق مطالبهم المشروعة. كما أيضا يشير الكاتب إلى تأثير الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية في تعزيز الاستبداد وإفقار الشعوب. حدث الأحد 2 من الشهر 6 من عام 2024 في مدينة الناصرية يعيد إلى الذاكرة حدث الثلاثاء 1 من تشرين 1 أكتوبر 2019، يوم انطلقت في المحافظات الوسطى والجنوبية تظاهرات تطالب بتوفير فرص عمل للشباب وحملة الشهادات العليا وتأمين الخدمات ومكافحة الفساد واستعادة وطن كان حصيلتها أكثر من 600 شهيد وأكثر من 24 ألف جريح. ليؤكد الحدثان وما سبقهما
بدءا من تظاهرات شباط 2011 أن الحاكم المستبد إذا انفرد بالسلطة والثروة فإنه يعتبر سلوك الاحتجاج تمردا يجب القضاء عليه، وأنه إذا تلطخت يداه بدماء أبناء شعبه يصبح القتل لديه سهلا وحقا مشروعا. الهدف الرئيس لثقافة الاستبداد هو بقاء الحاكم في السلطة، وقد شاعت في العراق بعد 2006، مع أن المبدأ الأساس للنظام الديمقراطي هو تبادل السلطة سلميا. والأغرب أنها صارت حاضنة لإعادة إنتاج نظام بثقافة استبدادية أخطر، لأن قادة أحزاب السلطة عزفوا على أوتار الطائفية والمحاصصة والقومية، وبها استطاعوا جذب جماهير مغيب وعيها. نقرأ مقالا في صحيفة طريق الشعب بعنوان الحقوق أقوى من القمع. يتناول المقال قرارات وزارة النفط العراقية باستدعاء موظفي شركات المصافي المحتجين على زيادة أسعار النفط، واستدعاء ممثلي أصحاب العقود المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم للتحقيق معهم. ينتقد المقال تصرفات الحكومة القمعية ضد المحتجين واستخدام السلطة بشكل مخالف للدستور والقانون، كما يشدد أيضا الكاتب على أن هذه التصرفات لا تساهم في بناء دولة تحترم القانون وحقوق الإنسان والمواطنين. ويذكر أن أساليب القمع لم تحقق سوى الفشل عبر التاريخ، ويؤكد المقال أن حقوق الشعب أقوى من القمع، وأن أي سلطة قمعية إلى زوال في النهاية. اتخذت وزارة النفط بناء على توجيه حكومي جملة قرارات، بضمنها قرار استدعاء موظفي شركات المصافي المعترضين على زيادة أسعار النفط المباع لشركتهم، واستدعاء ممثلي أصحاب العقود المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم وذلك للتحقيق معهم. واعتبرت شركة مصافي الجنوب الأيام الثلاثة الماضية من الأسبوع الماضي إجازة إجبارية لموظفيها المذكورين، وسجلت أصحاب العقود منهم غائبين. هكذا وبدل أن تبحث الحكومة في مطالب المحتجين ومدى مشروعيتها وسبل تنفيذها، وتشخص المسؤول عن الاعتداء عليهم وعلى حقهم في طرح مطالبهم، نراها تستخدم سلطتها بشكل مخالف تماما للدستور والقانون النافذين، واللذين يضمنان حق المواطن في التعبير والتظاهر السلمي. إن هذه التصرفات القمعية وسياسة تكميم الأفواه المنتهجة لا تساهم في بناء مؤسسات دولة تحترم القانون وتصون الدستور وتحفظ حقوق المواطنين، وأن من غير المقبول إطلاقاً السكوت على مثل هذه الممارسات التي تنتهك بشكل فاضح تماماً حقوق الإنسان وكرامته، وأننا لنذكر هنا من يقف وراء استخدام هذه الأساليب المدانة أن كثيرين غيره استخدموها قبله ولم يجنوا سوى الفشل والخسران، ويبقى الشعب وكل سلطة إلى زوال. نطالع مقالا في صحيفة القدس العربي للكاتب علي محمد فخرو بعنوان التفاف أمريكي حول مواقف مشينة. يسلط الكاتب الضوء على عرض الرئيس الأمريكي بايدن بشأن إيقاف الحرب في غزة، منتقدا هذه المبادرة باعتبارها لعبة التفاف جديدة وليست مبادرة إنسانية حقيقية. ويوضح المقال أيضا أن الولايات المتحدة قدمت الدعم العسكري والمالي لإسرائيل طوال فترة الحرب، ومنعت مجلس الأمن من اتخاذ قرار دولي لإيقافها. ويشير الكاتب إلى أن هذه الممارسات الأمريكية تساهم في تعميق الأزمة الفلسطينية وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، معبرا عن خيبة الأمل في التواطؤ أو من التواطؤ الأمريكي والإعلام الغربي الكاذب في هذا الصدد. كما ينتقد الكاتب أيضا النظام السياسي الأمريكي الذي يدعم الكيان الصهيوني ويساهم في تدمير غزة. إنه خوف أمريكي من خروج الموضوع الفلسطيني من اليد الأمريكية، إنه التفاف حول فضائح الكونغرس الأمريكي
وهو يتصرف كميليشيا تهدد قضاة محكمة الجنايات والعدل الدولية وغيرها من المؤسسات الحقوقية، بل يهدد بأنه سيفعل كذا وكذا في عائلاتهم وأرزاقهم لو أنهم حكموا على مجرمين يمينيين ملطخي الأيدي والأوجه بدماء أطفال فلسطين ونسائها. وأخيراً، فإنه التفاف حول وعي إنساني حقوقي في صفوف شباب وشابات أمريكا واكتشافهم المتأخر بكذب اللوبي الصهيوني والنظام السياسي الأمريكي حول حقوق متصورة وادعاءات تاريخية لا وجود لها، وبالتالي انفضاضهم من حول الدعم للكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني ومن الحزب الديمقراطي الحاكم المهدد بخسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذ تبين مؤخراً أن حوالي 15% من الذين صوتوا للحزب الديمقراطي في الانتخابات الماضية لن يصوتوا له في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني المقبلة. نحن في الحقيقة أمام تمثيلية التفافية تتكرر فصولها منذ عشرات السنين، يلعبها الكيان الصهيوني والاستعمار الغربي بشأن كل مواضيع حقوق الأمة العربية وكل محاولاتها للخروج من محن التجزئة والمشاحنات المفتعلة وتجييش بعض السماسرة في طول وعرض الوطن العربي. نقرأ مقالاً للكاتب ساري عرابي في صحيفة عربي 21 بعنوان ألاعيب إسرائيليات أمريكية، موقف ملتبس شديد الوضوح. يتناول المقال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مقترح إسرائيلي لتبادل الأسرى مع حركة حماس، مشيراً إلى التناقضات والغموض في هذا الخطاب. ويوضح الكاتب أن بايدن تبنى مقترحاً إسرائيلياً وطلباً من الإسرائيليين أو طلب من الإسرائيليين الموافقة عليه، مما يكشف عن عجزه تماماً أمامهم. كما ينتقد المقال سياسة بايدن في تغطية استمرار الحرب وتبني الأكاذيب الإسرائيلية حول وقائع الحرب، مشيراً إلى أن هذه الألاعيب تنم عن عجز الإدارة الأمريكية إزاء إسرائيل. كما يؤكد الكاتب على ضرورة الشك في مقترحات الولايات المتحدة وإسرائيل المتعلقة بوقف إطلاق النار والصفقات المحتملة، كما ينتقد تواطؤ الإدارة الأمريكية في دعم الكيان الصهيوني رغم الجرائم التي يرتكبها ضد الفلسطينيين. لا تختلف مساعي بايدن لوقف الحرب بمثل هذه الألاعيب التي تنم عن عجزه إزاء إسرائيل عن حالته في شهور الحرب الأولى، حينما غطى استمرار حرب الإبادة الجماعية. كان أقطاب الإدارة الأمريكية يصرحون بوضوح تام بأنهم ضد وقف دائم لإطلاق النار، وأفشلت الولايات المتحدة مشاريع وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، وتبنى بايدن كل الأكاذيب الإسرائيلية حول وقائع الحرب، وهو ما ظل قائماً في خطابه الأخير بتضمينه أكذوبة العنف الجنسي ضد الإسرائيليين، بينما كان ينكر صراحة أو ضمناً أعداد الضحايا الفلسطينيين. إذا كان هذا هو الواقع الإسرائيلي الأمريكي، فمن هذا الذي يمكنه منا أن يتوقع مسارات أي مقترح معروض على حماس؟ يحب مقدمو نشرات الأخبار سؤالنا عن توقعاتنا في حرب مختلفة في كل شيء، بما في ذلك احتمالات الصفقة والهدنة، وما ينبغي علينا أن نفعله هو أن نحيلهم للطرف العدو وهو يدير ألاعيبه الداخلية بهذه الصورة، ونضفي كل شك وريبة على خطابه وخطاباته ومواقفه ومقترحاته. أخيراً، هذا هو الحال الإسرائيلي، وهكذا تتبعه أمريكا آخر الأمر. لماذا تتبعه بهذا العجز المفضوح؟ هذا موضوع كبير يستحق أن يناقش منفرداً. وهذه هي حماس والمقاومة وسكان قطاع غزة والشعب الفلسطيني وحدهم، باستثناء من يقاتل إسناداً لهم. مشاهدينا، نتابع الآن الكاريكاتير.
في اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، يجوب عدد من أطفال غزة شوارع المدينة لبيع أرغفة خبز لمساعدة عائلاتهم في توفير حاجاتهم الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المدمرة. وحصل هؤلاء الأطفال على تلك الأرغفة بعد ساعات طويلة قضوها في طابور أمام أحد المخابز العاملة بمدينة غزة تحت أشعة الشمس الحارقة، ولا يحظى هؤلاء الأطفال بحقوقهم كسائر أطفال العالم، حيث يواجهون ظروفا قاسية من غارات عنيفة وقتل إسرائيلي ميداني لذويهم أو اعتقال أو إصابات، فضلا عن حالة التجويع والتعطيش التي تقول مؤسسات فلسطينية محلية إنها متعمدة. هذه الظروف تلحق وفق مؤسسات أممية أذى جسديا ونفسيا كبيرين بالأطفال الذين باتوا بحاجة لتدخل ودعم نفسي عاجل. من جانبها، دعت حركة حماس في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، دعت الأمم المتحدة إلى إدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء للكيانات المجرمة بحق الأطفال، وقالت: مارس الاحتلال خلال عدوانه الحالي أبشع الجرائم والمجازر المروعة بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الأطفال الأبرياء. فبحسب تقارير أممية، فإن طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق في غزة. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الرغيف لما كان بخمسة ساغ برضه اللي بيشتري 10 رغيفة هو اللي بيشتري 10 رغيفة، بس بدل ما كان بيشتري 10 ب50 قرش النهارده بيشتري 10 ب2 جنيه، يعني أصبح بالنسبة له برضه إيه دفع فلوس أزيد يعني، والحملية مش مستحملة الفواتير الغاز والكهرباء والمية والأسعار عموما الغالية ديت. بصراحة الله يكون في عون صاحب العيال اللي عنده عيال ده، أو الراجل اللي أجره محدود في الظروف دي الله يكون في عونه، له ربنا بقى يعني. مأثر عليا ماديا وماشي يعني بالعافيه، او ماشي بالظروف كده يعني. المقاس اللي احنا بنشوفه دوت واللي هو في السوق، لا طبعا لو 5 رغيفة ما يكفوش اي فرد ولا الطفل. النهارده الطفل بياخد الرغيف على سندوتشين صغيرين، يبقى لقمه ولقمتين، ما بيكفوش حتى العيل الطفل الصغير ما يشبعش من الرغيف او رغيفين. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.